عايز اتكلم على 2 لعيبه تحديدا. واحد زي الونش فقدناه بشكل كبير، ان شاء الله يعود قريبا. هل شايف خط دفاع الزمالك بمجموعه من الشباب حسام عبد المجيد والزناري او كمان عبد الغليم، شايف دفاع الزمالك تنصحهم بايه وتقول لهم ايه؟ لا، هو طبعا غياب الونش مؤثر بطريقه كبيره، بس برضو في الاول وفي الاخر اللعيبه اللي موجوده قادره ان هي تسد الفراغ ده. صحيح. حسام بسم الله ما شاء الله بيقدر يجيب جوان وماشي كويس، عبد الغني برضو عامل معاه ثنائيه كويسه، حتى لو لعبوا بثلاثه فالمسلوسي برضو بيأدي في الطريقه دي كويس صحيح. جدا. فاي نعم، الونش يعني مقصر، بس لا يعني انا شايف دفاع الزمالك مش وحش، يعني الدنيا كويسه جدا ويقدروا يعدوا بالماتش ده من غير ما يدخل فينا اهداف. اللعيب التاني اللي عايز اتكلم عنه هو نيمار. نيمار من اللعيبه اللي كان ظاهر بشكل كبير جدا، فجاه لقيناه ايه؟ بعيد عن الصوره، بينزل بديل، ساعات ما ينزلش. شايف ممكن يكون له دور كبير الماتش الجاي؟ ولا الطريقه الجديده اللي عايز ينفذها فريرا بعيده عنه شويه؟ هو طبعا مفيش شك ان نيمار كان من اسباب فوز الزمالك بالدوري السنه اللي صح، فاتت، هو وكل اللعيبه هو اللي وكل متصعده. اللعيبه الصغيره. فالناس مستغربه ان نيمار بعيد عن الصوره الفتره اللي فاتت. انا بقول لك مع واحد زي فريرا اكيد في حاجه في التمرين، هو شايف ان نيمار مش رجل المرحله دي، فاكيد بيحاول بقدر الامكان. هو مش سهل ان يضحي بواحد زي نيمار ويقعده بره، خصوصا بعد المستويات اللي قدمها، وخصوصا ان الراجل ده كان عمل جبهة نارية هو وزيزو. بالظبط، وخصوصا ان الراجل يعني بيشيل المواقف دي. انت راجل لعبت معايا الفتره دي وانا ما كانش عندي لعيبه كبيره، وشلت نادي الزمالك في مرحله صعبه جدا، فالراجل مش بالسهل ان هو مركز مش يضحي. مركزه اصلا نيمار وينج ليفت. بالظبط، فالراجل مش سهل ان هو يضحي بحد زي ده. اكيد هو شايف ان في الوقت ده ان نيمار لا يبقى بديل كويس، فلازم نيمار ياخد الفكره ان انا مش قاعد طب احتياطي. هل لا بقى في التوقيت ده والزمالك بيبحث عن وينج ليفت؟ نضايا عنده إصابة، شلبي كان إجهاد ورجع ولسه ما انسجمش بشكل كبير، ممكن نشوف سيد نيمار بيلعب وينج ليفت؟ طبعا مع الراجل ممكن تقدر يوظفه في المكان ده، خصوصا ان ده مركزه الاساسي. عندك اسامه برضو بيأدي في المكان ده كويس، عندك زيزو بيأدي في المكان ده كويس، عندك عبد الله جمعه لو متاح بيبقى بيعمل المكان ده كويس. انت عندك تنوع كتير في الاماكن دي، بس الفكره كلها في اللي بيلعب بيديني كام في المية من مستواه. احنا الفتره اللي فاتت زيزو من اللعيبه اللي شايله نادي الزمالك بقالها فتره كبيره جدا، مجهود بدني عالي جدا. بس الفتره اللي فاتت مفيش فعاليه على الجون. امام من اللعيبه اللي بتعمل مجهود جبار، بس الفتره اللي فاتت مفيش فعاليه على الجون. ده يعني ودليل على كده ان نادي الزمالك بيعمل تعادلات كتير، رحنا خسرنا ماتش اسوان. ما مش قادر تسجل. بالظبط، ماتش بيراميدز بتلعب بعد اول 11 دقيقه ناقصين لعيب، ولعبت 120 صحيح. 110 دقيقه تانية ما انتش قادر تسجل. الماتش ده كان يخلص بعد الجون الاولاني، تقدر تجيب التاني وخلص الماتش. تضغط تخطف التاني الماتش يخلص. طب بالظبط، انت اتكلمت على مسلوسي ممكن يلعب مع اللعيبه كدفاع، نلعب بثلاثه، شايف الزمالك افضل 3 4 3 ولا 4 3 3؟ انا شايف الزمالك 4 3 3 احسن كتير، لو الثلاثه بتوع نص الملعب قدروا ان هم يستحوذوا على نص الملعب من الفريق المنافس. عندنا عمرو السيسي بيعمل مجهود جبار، عندك دونجا، عندك، بس ما فيش فاعليه هجوميه. لازم يحاولوا يساندوا زيزو ان هو ما ينزلش كتير نص الملعب، هي دي اللي بتفرق كتير عن نادي الزمالك. نادي الزمالك لازم زيزو يكمل في الناحيه الهجوميه ويبقى متفرغ للموضوع ده، ما ينزلش نص الملعب بتاعنا عشان ياخد الكوره، هي دي الفكره كلها.